عيني وقلبي على قتلي قد اتفقا، فما بقاني معهم في الحياة بقى. إن لمت قلبي، إن لمت قلبي يقول العين قد نظرت، إن لمت قلبي يقول العين قد نظرت، وإن لمت قلبي وإن لمت عيني، وإن لمت عيني تقول القلب قد عشيقا. آه يا سلطاني يا ولللان، آه يا سلطاني يا ولللان، اسقيني الحمية شعشعتني إنها تحيا، لللن إنها تدني يا لللن. نشكر موقع طنجاوي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الذلة الجميلة اللي كرمتموني بها، و صراحة عندنا واحد ثقة في هذه المواقع الإلكترونية، لأن رجعت كتنفتح على التراث ديالنا اللي للأسف الإذاعات ولا القنوات اللي فرطت فينا شويش. سي محمد أعبود من مولد مدينة طنجة، بداية ديالي في بيت محافظ حتى شي حد ما كان الموسيقى في الدار ديالنا، وأنا بوحدتي اللي خرجت فنان. البدايه ديالي عندي كنا كندرسوا في الابتدائي، وكان عندي واحد الميول للفن والشعر، الفن والشعر والغناء. وتما بديت كنسمع اغاني، نسمع الاذاعات ونسمع تسجيل. تما التحقت الى السلك الاعدادي، تما ان شاء الله كنا عندنا واحد تكون ديال مجموعه السراج المغربيه. المجموعه هذيك انا هو العبد الضعيف اللي كنا من النواه الاولى داك المجموعه. تما التحقت للزاويه الصديقيه بمدينه طنجه، كنعرفوا ان المدرسه ديال السمع والمدرسه الاصليه ديال الفن والتراث في طنجه هي الزاويه الصديقيه. الزاويه الصديقيه هي بمثابه مدرسه ديال التصوف، ديال الأدب، ديال الأخلاق، كذلك ديال الفن وديال ديال الفقه والحديث مع العلماء الأجلاء ديال الأسرة الصديقية. كما نخفى على شريف علمكم، من ناحية الدراسة أنا كملت الدراسة ديالي، لأنني كنآمن أن الفنان هو إنسان مثقف. الفن بلا ثقافة كيكون دائما واحد النقص. العبد الضعيف عندي إجازة في الحقوق، عندي ماستر كذلك في الحقوق، مقبلة إن شاء الله على سلك الدكتوراه، وعندي بعد شواهد أخرى بحال لا جيستيون دزونتربريز، وبعد شواهد أخرى اللي كنت كتعرفوا أن الأسر المحافظة دائما عندهم داك فوبيا من العالم ديال الفن، العالم ديال الموسيقى. يعني عندهم العالم ديال الموسيقى والعالم ديال الفن، الاسر المحافظه دائما كيشوفوا واحد الطريق انها كتادي لواحد الطريق اخر، فهمتيني. انا في الدار ديالنا ما كانش تشجيع، الصراحه ما كانش تشجيع من الناحيه الفنيه، ولا ان خصك تقرا هادشي راه غير شي غير خوال خاوي وليدي مشي تقرا راسك. وفي نفس الوقت كنت مشي نقرا، كنت كنكافح صراحه، كنمشي نتعلم نقرا الموسيقى ونحفظ السماع ونمشي للحفلات ونمشي، ولكن غدا مع 8 الصباح كتجبرني في الكليه. يا عالم الاسرار علم اليقين، يا
كاشف الضر عن البائسين. يا قابل الأعذار، يا قابل الأعذار، لذنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. إن لم أكن أخلصت في طاعتك، إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني عشت لا 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 أشرك في وحداتي. أول ظهور ديالي في العالم، في العالم الفني أو العالم الموسيقي، هو البداية ديالي بدأت مع الأسر أنا في طنجة اللي كتهتم بالتصوف، اللي كنا كنحضرهم ليلات، ليالي ديال التصوف وليالي ديال السماع في المنازل ديالو. بقيت كنمشي صغير وأنا كنحضر عند أهالي في طنجة، اللي عائلة كبار اللي مهتمين بهذا المجال ديال التصوف وديال الذكر، وكندخل لديرهم كنبقى نعمل ابتهالات وكنعمل مواويل وكنعمل انشادات وكنشد البرده والهمزيه. المغاربه تبارك الله عليهم دائما كانت البدايه ديالهم من غير دابا تعاد دابا دورو بعد الروض الاطفال، حنا كنا دائما البدايه ديالنا بدايه بالمسيد، بدايه بالفقي واللوح، لوح بلدي والصمخ والصنصار. البدايه اي فنان حتى في الدول العربيه، حنا كنعرفوا ان ام كلثوم بدات بالقران، بدات بالابتهالات، بدات بالاذكار. كذلك فنان صباح فخري حتى هو بدا بالتجويد وبدا بالزوايا، اغلب الفنانين كبار كيبداو بعد العالم الروحاني، يعني هذا هو التسلل المنطقي. نعم، لان هاد لان البدايه ديال المساجد وديال الزوايا هي اللي كتعطي واحد الروح في الاصوات وفي الاحساس، لان كاين بعض الفنانين اللي كيكونوا فنان ولكن ما جاش من هاد الزوايا ولا من الاضرحه او لا من المساجد او لا من تجويد الزوايا، كيكون دائما كاين واحد النقص في الاحساس. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. على تم غرابيت
هو حنا كنعرفوا ان المغرب هي ماشي دوله، المغرب راه امه، والمغرب من الامم اللي تعاقبت عليها حقه كبيره ودول كبيره كتحكم المغرب. اي من الاداره صحنا ماشيين على المرابطين الموحدين السعديين الطاسيين حتى العلويين. وهذا الركان ديال التاريخ هو اللي خلى فينا تمغربت. كتشوف ان المجتمع المغربي واخا يكون كما كان التوجه ديالو، حنا كنشوفوا على الباب بين قوسين، كتشوف الانسان عند التوجه السياسي ديالو يساري، ولكن هذا الجمعه كامل جلاب. هذه ما تجبر حتى في العالم كامل، تجبر واحد يساري شيوعي يمكن باش الجلاب المغربي نهار الجمعه. هذه اللي كنفتخروا بها حنا كمغرب. صراحه حنا عندنا واحد الهويه كبيره خصنا نحافظوا عليها. هاد الهويه اللي كيفاش نحافظوا عليها؟ خصها تقرا في المدارس، خصنا نشوفوا مع وزاره التربيه الوطنيه. وهذا خصنا نشجعوا عليه الشباب انهم رجعوا للهويه المغربيه ديالنا. الهويه كانت تقصير، كانت تقصير من جميع القطاعات، كانت تقصير للهويه المغربيه. اولا واحد الجفاء للتراث ديالنا، كان جفاء كبير من ناحيه التراث. التراث بك نقول التراث ماشي غير فني، التراث الموسيقي، اللباس ديالنا، هادشي ديال التزليج اللي كتشوفوا معنا في هذا المكان الجميل، تقباست تحصرت، هادشي كامل داخل في التراث. حنا كنشوفوا بعض المرات كتدخل للدار كتجبر ما كاينش داك اللمسه المغربيه، حتى مغربيت ما كاينش في الدار. قلنا حنايا الانسان كيفتح على الثقافات الاوروبيه، ولكن لا بد حنا حنا عندنا هويه كبيره وعندها تاريخ كبير. وحنا كنعرفوا ان المجتمع المغربي دائما كيعجبو ينفتح على الثقافات الاخرى، ولكن هذا ما كيمنعش ان نحافظوا على الثقافه ديالنا، على اللباس ديالنا، على اللهجات ديالنا. لو سمحنا تبارك الله راه المغرب راه من مدينه لمدينه كاين اختلاف في الثقافه، في اللهجات، في اللباس، في الطياب. هادشي خصنا نحافظوا عليه، هذا التراث. الناس راه حنا كنشوفوا ان الولايات المتحده الامريكيه الدول اللي راه ما وصلتش 200 سنه دابا ديال التاسيس ديال الولايات المتحده الامريكيه. والعقده اللي عند الولايات المتحده الامريكيه هي انها ما عندهاش تاريخ، ان عندها 200 سنه، حنا 200 سنه عندنا غير بزنقه في طنجه. الحي عنده 200 سنه، انا غير سوق داخل عنده واحد الحي كتبقى عنده 200 سنه ولا كثار. علاش؟ بكش ان الولايات المتحده الامريكيه ملي كتهجم على شي دوله كتهرس لها التراث ديالها، المتاحف كتخرب، كتخرب كل ما يخص بالتراث. علاش؟ لك هادشي حق التفين على انها ما عندهاش تاريخ. أبا الزهراء أهديك السلام وأنظم فيك عقدا لا يسامى. أبا الزهراء أهديك السلام وأنظم فيك عقدا لا يسامى. بك بدد الله الظلام فأتم الدين في 20 عاما. بك بدد الله الظلام فأتم الدين، أتم الدين في 20 عاما. من حب في خير الورى، الورى من حب في خير الورى، الورى محمد طبيب القلوب، القلوب محمد طبيب القلوب، القلوب لا حال بدر لما سرى، يا سرى لا حال بدر لما سرى، يا سرى ويفجي جميع الكروب، الكروب ويفجي جميع الكروب، الكروب. حي هزنا الثقل هذا، ولكن كنشوفوا ما كاينش العوين. واش عبد الله حنا عندنا تراث مثلا الموسيقى الاندلسيه ولا السماع؟ الموسيقى اللي هي عندها 8 القرون حتى 9 القرون، ولكن ما كاين دعم حتى من شي جهه.
تبدع من غير المعنوي، غير المعنوي ما كاينش. مثلا غير ما كتكون كيكونوا بعض المهرجانات الكبيره ديال المغرب كيخصو يكون حاضر هذا التراث ديالنا، مثلا مهرجان موازين، المهرجانات الكبيره في المغرب كيخصو هذا التراث يكون يدمجوه في هذا. غير الشمالي ان الموسيقى، الموسيقى والتراث كامل مقسي. ملي كنقولوا الموسيقى ماشي الموسيقى الاندلسيه، بل السماع وبل الملحون والغرناطي وبزاف ديال التراث بدا كيعيش تهميش، والناس ديالو بداو كي اللي كيموت اللي كيعتزل. هذا ما يحس في القلب ان الموسيقى الاندلسيه رجعت في الاذاعه. فوقاش كيبتوها؟ كيبتوها اذا وقع شي خصام في البرلمان خصو مرفعوا جلسه هكا تلقوا الموسيقى الاندلسيه على ما يرجعوا، على ما يرجعوا يرجعوا يتصالحوا في البرلمان. او لو كانوا عندهم شي وقيته اذا فارغه كيخصهم باش يجوزوا شي فيلم هكا يدوزوا الموسيقى. علاش هذا، علاش هذا الاستهتار بهذا الفن؟ او لا بعض الناس خدها هذه الموسيقى، هذه الموسيقى ديال الماكله، موسيقى كتجيب النعاس. علاش هذا الشيء؟ علاش راجع؟ راجع ان هذه الموسيقى هذه وهذا التراث هذا ما بقاتش وزاره الثقافه والوزاره الوطنيه كيدمجوه في المنظومه التعليميه ديالو، هذا الشيء في المدارس. علاش ما تكونش حنايا عندنا مواد من الابتدائي حتى الثانوي كتقرا فيها الموسيقى التراث المغربي، تقرا فيها الموسيقى الاندلسيه، تقرا فيها الملحون الغرناطي، تقرا فيها السماع، تقرا فيها الاذان المغربي التهليل. علاش ما يكونش حنايا عندنا مثلا في التربيه الوطنيه في بعض التربيه الوطنيه كنقراو فيها مواد اللي خاصه باللباس المغربي، هذه اسمها جلابه، هذه واحد جلابه مغربيه حتى هي تنقسم الى قسمين، كاين جلابه مخزانيه، جلابه عبدلاويه. وحنا مقبلين على جيل ما كنشبهوا في واحد الجيل اللي متلوف، ما عندوش، ما عنده عفناش يرجع لنا عفن الاولين، ما عندوش يرجع لقدام، بقى في الوسط، بقى ما هو كيتبع الغرب، ما هو رجع للهويه ديالو. وحنا كنرجعوا لك القصه ديال النعامه، بغات النعامه عفوا الغراب اللي بغى يعمل مشي للحمامه، بقى لا ديالو الحمامه، بقى كيسيب وجهه. يا الشمس العشية أمهلة تغيب بالله رفقا، هيا اجتمى بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق عليا إني في المليح قد زدت عشقا، في الوادي المدهب، في الوادي المدهب، في الوادي المدهب، في الوادي المدهب، ووجه المليح مثل ثريا، والساقي المؤبد يسقي بالاواني بندقيه. يعني انا شفت كورونا بواحد المنظور اخر بغض انها اثرت الفنان. كورونا هي واحد القرصه لنا الفنان. كورونا هي درس ليس للفن فقط بل لجميع القطاعات في المغرب. عندنا احنا في كورونا رجعوا الفن بعدا في كورونا، انت شفتي ولينا كنتحاربوا مع جوج جبهات. واحد الجبهه ان الناس ميكوا علينا، ما بقى كيسول فينا حد، ما بقى كيسقسي لك المساكين، المساكين اللي كانوا كينشطوا لنا الحفلات الوطنيه والحفلات الدينيه والحفلات التراثيه. واحد الجبهه حنا مع المجتمع، المجتمع كيقول ان هذيك الموسيقى حرام، هادشي هذا باش جات كورونا، هادشي هذا باش الله خلصنا، هادشي هذا باش الله عذبنا، هادشي هذا. بقينا حنايا الفنان بقى بين المسمار والسنان، بقينا حنايا كنشوفوا المجتمع كنزل علينا الموسيقى حرام. انا بعض المرات كندخل الفيسبوك ونشوف هاد الناس اللي كيقولوا ان الموسيقى حرام، انا اللي كتكتب في التعليق ان الموسيقى حرام، كندخل انا كندخل عنده نشوف المير ديالو كنجبرو كامل الموسيقى الروك الهيب هوب حاجه ما حنايا كنعملوه، ما حنا ما كنعملو موسيقى اخرين كيعملوا شي تعبد او شي حاجه اخرى كيعملوها. بقى لنا واحد النكسه تبقى لنا في التاريخ، في التاريخ اللي عاش فيها الانسان في حياته حتى يجي الاخر. دي نكسه فنيه بجميع المقاييس. بعض اللحظات
مي بقيت كنعرفتي كنشوف انا هاد الحرب النفسيه علينا مجهود الجماعات. قلت اسيدي صافي سيدي حنايا كنخرج حنايا هاد التراث هذا اللي عنده 8 القرون حنا كنشوفوا الناس مفرطين فينا قلت حنا كنحفظوا حنا هاد الفن هذا اي فن قلت لي عرفتي هذا المقام فلان فلاني هذا الميزان فلان فلاني هذه الصنعه فلان فلاني هذه كتعمل في الدين لا هذه كنعملوا لا ايضا لا هذه كتحفظ ايضا صافي اسيدي من ناقص صافي عرفتي هاد التراث كله في وزاره الثقافه حنا اسيدي نمشيو نخدموا على راسنا صافي نخرج من وسط لان علاش انا غنبقى انا حامل واحد الثقل حامل واحد الثقل انا حافظ التراث المغربي ويجي واحد الفنان كيغني غير بلاي باك كيجي كياخد 15000 درهم 16000 درهم يمشي بحال 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين كيجي كيطلق بلاي باك ويجي بحال حنايا اللي كلسناها وعرفتي المفهوم كنقولوا الحصور تقطعوا عرفتي بقوه الكلاس والحفظ وفي الاخر عرفتي هذا للاسف نكسه نكسه فنيه في غتبقى في غتبقى وصمه عار في التاريخ الفني المغربي. من المناسبات الجميله اللي ما ننساهاش في حياتي الفنيه هي واحد الدعوه كانت للقصر الملكي كنا مع الجوق ديال الاستاذ محمد الامين الاكرمي بتطوان يعطي واحد التحيه من هذا الباب حضرنا واحد الحفله في القصر الملكي كان بحضور الرئيس الفرنسي كما ان ذاك عاد رجع في الانتخابات وهذه ما ننساهاش فاني كندخل للقصر الملكي وتجلس بهار سيدنا وتنشد هو بهار سيدنا وتنشد الموسيقى بهار سيدنا هذا واحد تكريم للفن المغربي وحتى للفنان انك باش توصل انت كتكافح من الصغر وانت كتعلم وتحفظ وتقرا الموسيقى وتجتهد خاطر توصل عند واحد الهرم الاعلى في المغرب وتدخل عند القصر الملكي ويكون واحد التكريم تما واحد الرضا عند سيدنا هذي كنفتخر بها يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرام انا ملي فيش اشعني يا مني نقلق من رزقي لش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام انا عبد رب له قدرات يهون بها كل امر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قادر مني واشعلي يا وما عبد مملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك ربي نظر في مسروق في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني أنا ملي فيش أشعني يا مني نقلق من رزقي نش والخالق يرزقني.